السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى فقرة الحديث الأبرز والتي نخصصها اليوم للحديث عن المضايقات التي يتعرض لها بعض الصحفيين الموريتانيين. فمنذ عام 2012 تم إطلاق أول إذاعة حرة في موريتانيا بعد قرار الحكومة الموريتانية فتح الفضاء السمعي البصري من أجل حرية الإعلام، وأنشئت ذلك سلطة ضابطة لأخلاقيات المهنة والمعروفة بسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهبا. وبعد ذلك بدأت تظهر القنوات التلفزيونية الخاصة، مما يعني بأن الفضاء السمعي البصري أصبح حرا، لكن على العاملين في هذا المجال التقيد بالنصوص القانونية التي تنظم عملهم. وفي الأيام الماضية قام بعض الصحفيين بكتابة مقالات عرضته لمساة القضايا. ومعنا لمناقشة الموضوع أكثر الصحفي عزيز الصوفي، المدير الناشر لموقع الساحة الإخباري وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين. أهلا بك عزيز. هل هذا الحراك والمساءلات التي يتعرض لها بعض الصحفيين تعتبر تضييقا للحرية أم أنها نتاج عن تطاول على حرية الآخرين؟ شكرا. أعتقد بأن هذه المضايقات اللي انتقلت من تهديد وشكاوي إلى سجون في الأسابيع الماضية، 4 صحفيين تعرضوا لمساءلة القضايا، وواحد منهم سجن البارح. وهذا في الحقيقة شيء مثير للجدل، ومثير مخاوف أيضا لدى الحريصين على وجود حرية الصحافة وكينون تهو بقاها. صحيح أن ما مقبول أبدا من أي صحفي ليس هو منه أن ينتهك أدبيات وأخلاق المهنة الصحفية، ولا مقبول أبدا عن أي صحفي يعود معرض الوطن للخطر ويسعى لبث الشائعات المغرضة ويسعى لإثارة الفتن والنهش في أعراض الناس. هذا نحن معاه مع عن هذه الممارسات أنها ما هي مقبولة مع هذا الطرح، غير مولي ما أننا مع بعن لا أي شكوى عابرة من أي مواطن ضد صحفي ينقبض من دار في السجن مباشرة. أولا هذا خرق سافر للقانون، قانون الصحافة اللي يلغي حبس الصحفيين، والسلطة مولي فات أعطاه قدر من الحريات وإحنا ذمناه، هو اللي جعل موريتانيا في المرتبة الأولى بسيطر عليها في الدول العربية. يلا منين تتراجع عن الحريات تشاور معنا على الأقل تحسسنا به، ما يقدر يعود الصحافة حاسين عن عندهم قدر من هامش من الحريات يتم ما هم عالمين، لأن هو عاد إرادة سياسية ولا قضائية عاد عنده شخر ما هو ما فات عاد عند الصحافة. طيب. يلا على الأقل يخلق شعار بذاك. وقطعا عن نرفض تماما أي صحفي يمس يخول نفسه سلطة تجعله فوق القانون وفوق المقدسات ولا عنده خطوط حمراء. صحفي الله يعود وهو يكتب وهو يتكلم وهو ينشر يعود عنده وازع ديني وازع أخلاقي وازع وطني يجعل ياسر الأمور ما يقدر يتناولها وتعود عنده ضوابط ومحددات عمل الصحفي. طيب هل ترون أن تحرير الفضاء السمعي البصري مجسد على أرض الواقع أم أنه مجرد شعارات فقط لحقبة سياسية معينة؟ سابق ذاك لا نسيت ما قلت عنه، نندد ونشجو كل أنواع التضييق على الصحفيين، ولأن لهنا قبلهم مولي به اللي هذه الحريات حق أعطي هذا النظام يغير مولي عاطينها إحنا روسنا فارضينها بنتيجة لمسار من النضال، لذلك نختاره فعلا ضبط وجود ضوابط ومحددات المهنة الصحفية يغير ما نقابلين أي نوع من أنواع التضييق على الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم الصحفية. عودة لسؤالك، الفضاء السمعي البصري حقيقة عنه فعلا انطلق وخلق يغير ما واكب دعم حقيقي. تتصور مثلا عن 5 قنوات و4 إذاعات ولا 5 إذاعات ما يجبر من الدعم العمومي ما هو شمايز تجاوز 32 مليون أوقية. 32 مليون أوقية تصرف قناة واحدة أكثر منها بالسنة، كنتم تعتبروا عن معناها نقص في الدعم. النظام
دولة أعطت الضوء الأخضر خلق إعلام سمعي بصري. غير للأسف ما واكبتوا بالدعم للرياضة في الوقت اللي هي تعرف عن ما فيه مستثمرين وعن سوق الإعلانات ما هو منظم. معناها قالت لهم خلقوا غير ما يالكم للانهجاء. وهذا يتطلب منا عن مطالب العمال والإعلام السمعي البصري ومطالب نحن كنقابة للصحافة الموريتانية بدعم الإعلام السمعي البصري وتطويره وعنها تخليق وعنها مجماتات قد تحان هذا الإعلام تعبان موظفين ومحررين وما هم راجين رواتب مناسبة ما هم راجين علاوات مناسبة ما هم موفر لهم ظروف نطالبوا بدعم هذا القطاع لأنه أساسي ومهم. في نفس الوقت نطالبوا بوجود ضوابط يكملي قنوات والإذاعات ما يعودوا عالي على بدل من ينموا الدولة وينموا المجتمع ويطوروه يعودوا همهم وحدات منهم يخرقوا ما يتعلق بقوانين الصحافة ويهمهم شيء ما هو صالح. اختيروا ضبط للحقل يغير في نفس الوقت دعمه وتطويره. شكرا. الهبا خياسة المصارمة سدعت مدير المؤسسات الإعلامية خبراتهم بأن عليهم احترام ضوابط المهنة. هل ترون أن تلك الإدارات قامت بما يجب عليها من ضبط للعمل المهني داخل المؤسسات؟ نقدر نقول لك عني ما أنا راضي حتى على القنوات كاملة بدون الوقوع في تسمية فهم قدر من الضبط يا الله يخلق أي حد يعرف عنه لا يثير النعرات القبلية والعرقية ولا لا هي يوحل في شيء ما يخدم مصلحة العليا للوطن يلا ما يسمح له في هذه القنوات ويلا تبتعد يسول عندهم الحرية ومن هامش الحرية تبتعد عن شيء تعرف عنه ما يخدم ذا المجتمع. رأيكم شفتوا الإعلام ايش عدل بهذه الدول العظيمة المجاورة الدول العربية. نحن في تماس إحدان من إله الحرب مالي وعندنا فينا ياس من الأطماع ولذلك لا بد أن مجتمع منعكم الطرب مجتمع قنوات ياس من الناس يختار يفرقوا يختار مستهدفوا يلا نحن الصحفيين نعود على مستوى المسؤوليات لأن نحاول المجتمع نطوره ونوحد ونمتن وحدة وطنية والسجام الاجتماعي ونعمل على تنميته بعيدا عن نتاون عمق في الشرق ولذلك ما نراضي حتى على مستوى شخص المتواضع ما هو راضي على مستوى لتعاطيكم عليك الأحداث غير بعد في النهاية خلق تحسن والحمد لله في صحفيين متميزين برزوا من خلال هذا الفضاء وفهم تطور راجع عنه من يرى الدعم كيف قلت ويرى العون عنه دور عود أحسن إن شاء الله. طبعا هل ترون أن بطل العاملين في الحق الإعلامي لا يحترمون ضوابط المهنة ويصفون ما يحدث أنه تضييق على الحريات الإعلامية ما هو ردكم؟ هذا اللي مثل كنا نقول صحفيين فيهم واحدين مسؤولين جدا ويعرفوا ضوابط المهنة ويعرفوا مواثيقها وذي اللي يلا يتناول وذي اللي ما يلا يتناول غير ملي فيهم واحدين دخلاء على المهنة الصحفية ولا عندهم علاقة بها وماشي نتوفي يعدوا ذاك الظاهر لهم غير ذو قلة لله الحمد وفهم ملي تميع ممنهج من طرف الأنظمة اللي سبقت ما هو قاعد النظام معنى النظام ساهم فيها الحقل الصحافي فهم خوف لدى المفسدين في هذا النظام من وجود صحافة مهنية جادة ولذلك من تخرص لولا وجود بعض المسؤولين يشجعوا هذه الظاهرة نقولها احنا تبشمرقي وظاهرة لا مسؤولية الله ما يعود خالق ذا من المواقع الإلكترونية يوميا ولا يعود موجود وقت في دائما الحكومة في كل مرة تأكد عن حرية الصحافة عن راجعتها فيها لكن تشترط احترام القانون والضوابط المنظمة العمل الصحفي. شنو كلمة أخيرة؟ الحكومة تقول يا ياسر من الأمور شو منها يعود تعدلوش وأغلبها ما تأخذ من زر وهذا قاع ما هو في حق الإعلامي واحد وهذا في ياسر من مجالات الأخرى. أعتقد عنها تطالب بضبط الحقل وهذا نطالبه به احنا كاملين غياك تعود جادة فذا يلا تشجع النقابات المهنية الجادة الموجودة وتشجع الصحفيين المهنيين ولا تم مساوية بين 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 الناس كاملة يسوي كل منها جاد ومسؤول ويسوي كل منها ما هو جاد مساوية بين مؤسسة عندها مقر وعندها عمال وعندها صحفيين مهنيين
واحد رافد صك وتوف والله قاعد من بدي يتبارك معناها حكومة جادة يعني. وهذه هي مطالبها الكبيرة يعني لو تعودهم ولي تتجاوب مع المطالب الجادة وتتجاوب مع الصحفيين الجادين ومع النقابات المهنية الجادة وراجعين عنا كاملين نعدلوا لفتة كريمة للحقل اللي نصلحوه ونردوا اعتبار للصحفيين المهنيين ونقل حق للصحفيين ندعي المهنة الصحفية ونعودوا كاملين محترمين ضوابط وأخلاق المهنة الصحفية ويعود هذا أساسا هدف والأسمى هو خدمة المواطنين والتركيز على همومهم وفتح المفسدين وتعود صحافة جادة ما هي صحافة تميع ولا هي صحافة ارتزاق. شكرا جزيلا للصحفي مدير الساحة الإخبار موقع الساحة الإخبار عزيز الصوفي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الصحفيين الموريتانيين. بها ننهي معكم فقط حلقة الأبراز، عودة للزميلة صفية لمواصلة المسائية.